السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ وليداتكم عائلاتكم نتمنىكم تكونوا بصحه جيده وفي احسن الاحوال. الله يدخل عليكم وعلينا هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه وبالتغيير الاحوال من الاحسن الى الاحسن ان شاء الله. باذن الله تستقبلوا هذا الشهر الكريم بالفرح وبالسرور ونحضروا ليه كل ما هو جميل. اولا التحضيرات الروحيه، يعني كل ما كيتعلق بصيامنا وقيامنا إن شاء الله، نستحضر نفوسنا ونويو ونكونوا يعني على أهبط الاستعداد باش نؤديو الواجب كما يجب، وكذلك الاستعدادات اللي هي الرمضانية الزوينة بحال الشهيوات. و يعني كل ما كيتعرف به العادات ديالنا، العادات المغربية من اكلات ووصفات جميله. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، بغيت نشارك معكم هاد الماضلين. كيجيو سوينين، يعني دي كاب كيك كنديرهم انا صغيورين، كيجيو صغيورين حيت دقيق، كيجيو لذاد خفاف. كنتمنى انكم تجربوهم، تبعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخر وان شاء الله يعجبكم. غندير المقادير والطريقه في نفس الوقت باش ما نطولش عليكم ان شاء الله الفيديو. بالنسبه لي خديت 3 ديال البيضات، نص كاس ديال السكر سنيده وفاني. 3 ديال البيضات يكونوا بحراره ديال المطبخ. بالنسبه للسكر كنعبر بكاس العنبه والفاني للتنسيم كذلك. غادي نخلط الكل بهذا الشكل هذا ونضيف واحد القبيصه ديال الملحه كيف شفتوا. صافي، ونبقى نخلط حتى كيذوب ليا هذوك الحبيبات ديال السكر. هنا عندي واحد نص كاس ديال الزيت، عفوا، حتى هو تنضيف وتنخلط كذلك. مرحله يعني الخلط مهمه باش ينسجموا لنا العناصر والكيك كيجي يعني زوين وخفيف ومهوي. هنا عندي كاس مملوء بالحليب، كيف كتقدروا تعوضوه بالعصير البرتقال او لا بياغورت مسوس كيجي حتى هو غزال، او لا بعصير ديال الحامض ولا بالماء كذلك، يعني اختياري الحليب. هو الحليب تيعطي داك التراوق، ماشي يعني معروف، ولكن اللي كاين عندنا تنخدموا به. الاهم هو يعني نتبعوا المقادير كما كان. كاس ديال العنبه، حكيت واحد الحامضه، ضفت القشور ديالها، والاضافه يعني اللي كاينه في هذه الوصفه هي الخميره ديال الخبز، الخميره الفوريه. خديت منها راس ديال المعلقه. صراحه جربت هذه الوصفه عجبتني، جاو لي مادلين خفاف ويعني وصدقات ليا الوصفه. مولفه لي مادلين ضروري ندخلهم الثلاجه واحد المده ونسخن الفران، يعني باش يلاه تينجحوا. هنا غير خلطتهم، عمرت القوالب ديولي، شعلت الفران، دخلت مباشره بلا تسخان بلا والو. صافي، غناخذ هنا جوج ساشيات ديال الخميره. كيف قلت عندي جوج خمارات حمرين، حتى هما تنغربلهم تنضيفهم. بالنسبه للدقيق، هنا انا غربلت جوج كيسان اونص، ولكن زدت عليهم مازال، وداك الزياده اللي زدت راه ما حسبتهاش، لان الوصفه الاصليه اللي انا خدمت عليها فيها جوج كيسان اونص. بالوقت اللي ساليت هذوك جوج كيسان اونص، لقيت العجين باقي، يعني باقي ما باقي رخو، اولا كيف كنقولوا ما جامعش راسو، ماشي هذاك هو القوام ديال لي مادلين. فبقيت تنزيد، زدت شويه، يعني غادي يكونوا هذيك ثلاثه الكيسان وشويه، ولكن كنقول انه يبقى على حساب الخليط ديالك. فالبيض كيتفاوت الحجم ديالو من بلاصه لبلاصه، كذلك العبار ديال الزيت او الحليب الكاس ربما تيكون كبر شويه او لا. واخا هو تاع العنبه راه تلقاو كاين اختلاف. حنا هنا غادي نديرو الدقيق حتى نعودو نهزوه، ومنين نديوه ونجيبوه تيبقى مطراسي لينا فوق العجينه، يعني هذاك الهزه ديال الفوي، هذيك التهبيطه ديال العجين تتبقى مطراسيه. صافي، هذا هو الخليط ديالي وجد. كناخذ بلاستيكه ديال الثلاجه العاليه تكون نقيه، كنلبسها في هذاك المول وتنخوي فيها الخليط ديالي. هنا البلاستيكه الدور ديالها غادي تعاوني في توزيع الخليط على هذوك الكويخطات ديالي. صافي، باش تعاوني وما الدنيا ما تخربقش عندي وما تتربش، والمول تيبقى نقي، الكويخطات تاعهم تيبقاو نقيين وبسرعه، يعني عمليه جدا البلاستيكه، يعني كتعويض اللي ما عندوش البوش بحالي. فغادي نعمر هاد الكويخطات، كيف قلت ما دخلتها لا الثلاجه ما سخنت فران ما والو. صافي، عمرتهم، درت فيهم الثلثين وشعلت الفران ودخلتها. خداو ليا تقريبا بين ثلث ساعه حتى 25 دقيقه. صافي، وكانوا واجدين. كنتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم، لي مادلين ديالو ينالوا الاعجاب ديالكم. جاو زوينين محمرين خفاف،
غادي يعجبكم. بالنسبه لي انا كندير هذا القياس يعني اكسبري على قبل الوليدات، تعطيهم وحده صغيره ماشي هي تعطيهم وحده كبيره، فوحده صغيره تياكلوها كيقنعوا، تدوز شويه تعطيهم وحده اخرى، هذوك الكبار شويه واعرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء ان شاء الله.